تتواصل بخطوات متسارعة أعمال إعادة تأهيل أسواق مدينة حلب القديمة التي طالتها يد الإرهاب بالتخريب لإعادة نبض الحياة إليها لتمارس دورها الاجتماعي والاقتصادي. ومنها سخوخان الحرير الذي شارفت أعمال ترميمه على الانتهاء، وسوقان نسوان المجاور للجامع الأموي من الجهة الشرقية، والحدادين من الجهة الغربية. هذا السوق اشتهر سابقا ببيع احتياجات النساء، لذلك اطلق، وانما هو اسمه سوق اسطنبول، اطلق عليه سوق النسوان لهالغايه. تم منح 63 رخصه اعاده بناء للمحلات، طبعا الاشراف بيتم عليه من قبل مهندسين في مديريه المدينه القديمه ومن الاثار والمتاحف. هو تقريبا بحدود ال 85 محل تجاري ضمن هذا السوق. سوق الحدادين، هلا نحن اذا بنلاحظ دخلنا بسوق الحدادين، في عندنا الكتف الغربي للجامع الاموي، هون ما في محلات. الجهه المقابله له هي عدد المحلات، هلا هون تقريبا حوالي ال 40 محل. سوق خان الحرير هلا حاليا نحن باللمسات الاخيره لانجاز السوق، كان يعني حاليا نقول موضوع تركيب الطاقه البديله، اناره السوق ليلان، موضوع الابواب الخشبيه. السوق يعني مدمر بشكل كتير رهيب بفعل العصابات الإرهابية، وعملنا على ترخيص 10 محلات تقريبا، وأعدنا بناءه ونقوم بالأعمال الأخيرة، وقمنا بتنفيذ كامل المواصفات وفق المواصفات الأثرية المطلوبة. كان في عنا إعادة أعمار، في عنا يعني الجزء الشمالي من السوق كان مدمر بالكامل، فكان في عنا تحدي انه نحسن نعيد البناء بنفس التقنيه بنفس الطريقه. الوضع بصوره عامه كل جهد يبذل في اعاده تاهيل حلب القديمه يستحق التقدير اكيد، بس حلب القديمه باعتبارها اعرق مدن الدنيا من الضروري ان تتم هذه الاعمال تحت اشراف فني خبير. كل شيء جاهز خالص الحمد لله المحل، والله يعطيه العافية، شيء تمام يعني مسابي، شيء كويس ما في حكي. وندعو صاحبين المحلات انه يرجعوا لمحلاتهم، يضبطوا محلاتهم حتى ترجع المدينة على سابق عهده. كانت الحركة نشطة بالنسبة لأصحاب المحلات اللي عم بيرمموا، يعني ندعي يعني كمان أصحاب المحلات اللي ما اجوا واللي ما رمموا، يعني بتمنى انه كمان يرجعوا لأنه هذا أسواقنا.